ورجعنا لكم تاني مع الجزء النظري بعد ما خلصنا الجزء العملي وادي الشغل اللي عملناه ده اشتغلنا على بوليستر واشتغلنا على فخار او جبس يعني طبعا انا لو انا قلت لك ومهما شرحت لك قلت لك اللي ده جبس والله ما هتصدق يعني يعني القطعه بقت تحفه انا سبت لك الداخلي من جوه بص كده في الكاميرا سبت لك اللي الابيض اهو عشان تبقى انت فاهم اللي ده جبس عشان ما تقولش ده غيرها واعملها ادي ادي الفازه من جوه، الفازه طالعه تحفه وده اول تجربه نجربها وادي الفازه ده خدناه على ارضيه كانت واخده لون ازرق فطلع غامق شويه ده واخده على لون احمر فطلع احمر كويس. فانا عايز بس افهمك حاجه ااا آه لما اشتغلنا لما اشتغلنا على جبس مباشر بوليستر على جبس مباشر حصل مشاكل لازم تاخد وشين، لازم اخد وش الاولاني واستنى عليه حوالي 10 دقائق ما ينشف وارجع اخد الوش الثاني وارجع اشتغل عليه. الحل الثاني ان انا اشتغل على سيلر، يعني انا القطعه اول ما تطلع مني من القالب وبتنشف بدهنها سيلر زي الفيديو بتاع ال... ارجع للفيديوهات بتاعت شغل الفخار والجبس اللي احنا كنا شغالينه وبنعمل زي عزل او تاخد غيره غيره خشب بحيث تقفل كل المسامات اللي موجودة في في الجبس أو في الفخار وبعد كده هترجع تاخد البوليستر اللي هو الوش بقى اللي هو التأسيس اللي أنا هشتغل عليه القطيفة هيطلع معاك تحفة فنية رائعة جدا يعني يبقى أهم حاجة عشان ما تقعش في الغلط ما تشتغلش بوليستر مباشر على الجبس هتشتغل ولو هتشتغل بوليستر مباشر على الجبس هتشتغل وشين مش وش واحد وش واحد أو اول وش عشان يقفل المسامات وتاني وش علشان اللي انت هتلونه بقى و... واحنا قلنا يعني في قبل كده او عند سي حمادة لما تدخل عنده القناه طبعا القناه عنده مليانه فيديوهات ما فيش كلمة أنت هتحتاجها مش هتلاقيها عنده، يعني ما فيش معلومة هتحتاجها مش هتلاقيها موجودة في القناة. من النصائح اللي بيقدمها لك البشمهندس حمادة اللي, اللي يعني يفضل تدهن لون القطيفة اللي أنت هترشها، يعني أنا هدهن لطيفة مثلا زرقاء يبقى انا هاخد الوش التاسيس ازرق عشان يساعد معايا في الايه في اللون ان انا لما جينا عملنا على قطعه فازه كانت لونها اصلا ازرق وعملنا عليها احمر فطلع الاحمر بتاعه كاتم شويه لما يعني عملنا على ارضيه بيضة وخدنا عليه احمر ورجعنا خدنا عليه بوليستر متلون باللون الاحمر وعملنا لطيفه طلعت ممتازه دي لو انتم فاكرين اول ما لكم في اول الفيديو دي كانت بوليستر وكانت واخده في العيين لون احمر زي دي بالظبط يعني الفازه دي الفازه دي لسه اهي حتى حتى خط الصنفرة اهو لسه ما مش مش كملنا عليه واخده لون احمر في العجين اللون الاحمر ده بيساعدنا يعني جدا في موضوع القطيفة بعد كده انت ممكن تاخد بوليستر بقى عليه سنه لون احمر او تاخد بوليستر عادي خالص من غير لون احمر اما لو دي فازه لونها ابيض لازم لازم احط لون احمر على التأسيس. لو هتشتغل دوكو مثلا او هتشتغل لاكيه هتشتغل برضو اللون اللاكيه اللي انت تشتغل بيه اللون الفاضي اللي انت تشغل. هتشغل هتشتغل احمر. بص يا جماعه ده نشفت ممتازه جدا لطيفه ما بتقشرش ده اهي رايح عليها اهو. الملمس بتاعها ناعم جدا وحاجه رائعه جدا اهي حاجه خطيره. الربع كيلو الناس بقى اللي هي بتسالني على الربع كيلو جاب معايا كام؟ ربع كيلو تقريبا هيجيب معاك 10 فازات كبار 10 فازات كبار على كام حته فازه من اللي هم الصغيرين دول فده طبعا سعر ممتاز جدا جدا كيلو قطيفه تقريبا تقريبا 200 ل 250 جنيه ما مش فاكر بالظبط السعر كام في انت بتتكلم في ربع كيلو ب 50 جنيه هيفرد معاك شغل قد ايه؟ يفرد معاك مثلا 10 عشر 10 ولا 15 فازه تقريبا الفاظة متكلفة قطيفة سبع جنيه آه يعني رقم مش موجود خالص انت لو هتدي لو هتدهنها دوكو او هتدهنها لكيك كامل وشين ثلاثة عشان يديك لون محترم زي اللون ده آه مش هتقل عن عشرين او خمسة وعشرين جنيه او حتى خمسة جنيه احنا لسه بنتكلم في سبع جنيه ده تجربة شخصية انا جربتها ممكن انت طبعا انا طبعا اول مرة في حياتي استخدم جهاز القطيفه آه في اخطاء حصلت مني وانا شغال كنت مرتبك وانا بشتغل ايدي مش مش مظبوطه ايدي مرتعشه وانا بشتغل لان انا مش مش شغلتي يعني الجهاز برضو انا خايف يكون بكهربني بتاعه وما فيش كهرباء في حاجه وفي ايونات بتطلع زي اللي بتبقى في الشاشه بتاعت التلفزيون كده اللي هي اللي بتيجي على شعر ايدك بتخليه يقشعر كده او يقف منك فيعني جهاز امن جدا جهاز محترم كفاءته عالية طبعا في أجهزة أعلى من كده في الكفاءة في القوة في الباور بتاعه في الـ في الـ في الكهرباء بتاعته أعلى في جهاز هند أنت بتاخده معاك لو أنت رايح تعمل حاجة عند زبون أو تعمل وش كومودينو تعمل وش عربية أو طابلوه عربية من جوه تعمل باب بتاع العربيات كل الكلام ده كله بيعمله لطيف أنا أنا استغليت الشغل ده شغلنا في شغلانة في في القطيفة في شغل التحف والأنتيكات ودي يعني نتيجه مرضيه جدا ودي ك كتجربه اولى لطيفة ممتازه جدا لطيفة روعه اللون اللي عجبني في الالوان اللون الاحمر اللون الازرق اللون الاسود اللون البني ما عجبنيش عملت منه عملت منه الطفايه المسدس دي بصراحه اللون حلو مش مش وحش يعني انا بس انا انا بالنسبه لي اهو بعد ما نفضه لطيفه برده ناعمه وجميله ده طفايه مسدس طلع جميل وكل حاجه ولكن انا بقول لك انا انا عن نفسي يعني اللون اللي عجبني اللون الاحمر اللون الازرق اللون الاسود في الوان تانية ممكن ممكن تعجبك في الشغل مفيش مشكله اللون الاخضر برده بيطلع حلو مش وحش ولكن اللون اللي ملفت جدا واللون الازرق في الازرق في منه منه درجتين في منه الغامق وفي منه الفاتح اللي هو اللبني وفي الازرق الغامق وفي الاحمر الاحمر ده تحفه 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 يعني آه بيديك كده فخامه و... واناقه كده رهيبه في حته الشغل طبعا بقى حته حته فيونكا كده وهنا حته فيونكا وبتاع هتلاقي الحته الفاضيه دي بتتكلم لوحدها آه انا بشكر باشمهندس حماد عبود ان هو اتاح لنا ان احنا نجرب اجهزته و... وان احنا ن... وساعدنا وادانا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها ما بخلش علينا باي معلومه ولا هيبخل مع اي حد باي معلومه أه هتلاقي رقم تليفونه موجود عندي على القناه وان شاء الله هنحاول نصور عنده في المصنع عنده او في المكان اللي بيصنع فيه او في المعرض عنده هنصور فيديو ان شاء الله مشترك وهننزله عنده على القناه وعنده على القناه بحيث الناس برضو تشوف المكان ويشوفوا المنتجات طبعا عنده منتجات رهيبه جدا بتتعمل فوق ما انت متخيل طابلوهات عربيات والباب بتاع العربيه الجناب والحاجات كتير جدا اللي ان انت بتعملها وحتى هتيجي لك افكار كتير جدا وانت شغال الموضوع سهل يا جماعه وبسيط اه وانا مش عايز بس اطول عليكم الفيديو اه يعني معلش هو الفيديو طويل شويه ولكن كان لازم الم لان احنا شغلنا كده شغلنا تعليمي فانا لازم الم كل المعلومات اللي حضرتك محتاجها كلها في مكان واحد شكرا ليكم وان شاء الله يعني انتظرونا في فيديوهات جديده ان شاء الله السلام عليكم